السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اول حاجه نقولها لكم الخوت هي اشتركوا في القناه، ديروا لايكات وبارطاجيو الفيديوهات. كنعاودوا نقولوها الخوت لان هذا النظام الديكتاتوري الشمولي برئاسه الملك المفترس محمد السادس فهما كيفترسوا كل شيء وكيبغيو يفترسوا، وخصوصا هذه القنوات اللي كتعريهم، اللي كتفضح الاجرام ديالهم وكتفضحهم وكتعريهم امام الشعب المغربي وامام العالم. فلذلك الخوت كنعاودوا نقولوها لكم، اشتركوا في القناه، ديروا لايكات وبارطاجيو الفيديوهات الخوت باش نفضحوا هذا النظام الاجرامي، هذا النظام الشمولي الديكتاتوري برئاسه الملك المفترس محمد السادس والاجهزه القمعيه ديالو ديال الخبثاء امثال عبد اللطيف الحموشي وياسين المنصوري. هنا الخوت غادي ندخلوا في صلب الموضوع، كولومبيا وما ادراك ما كولومبيا. فهنا بغينا نشوفوا الفرق ما بين دوله ملكيه كيهللوا علينا بها انها في العمر ديالها 400 عام و12 قرن، وما بين جمهوريه تيقولوا عليها وهميه، جمهوريه البوليزاريو. نشوفوا الدبلوماسيه ديالهم كيفاش كتشتغل. فهنا غادي نبداو مع المملكه المغربيه، القوه الاقليميه. فهنا الدبلوماسيه المغربيه فهي خدامه وقائمه بالعمل ديالها على احسن وجه، وكتمثل المغرب والشعب المغربي والمؤسسه الملكيه احسن تمثيل. فواحد ثلاثه من الدبلوماسيين المغاربه فهم عرفوا بالمغرب احسن تعريف، داروا فضيحه عالميه، العالم يتحدث عنها. ايوا كي جاتكم؟ واش هادي ماشي الدبلوماسيه؟ واش دابا ماشي كلشي كيهضر على المغرب؟ العالم كيهضر على المغرب. راه هادي هي الدبلوماسيه. الدور ديال الدبلوماسيه هو التعريف بالمغرب، التعريف والتشهير بالمغرب. فهنايا هاد الدبلوماسيين خاصهم وسام ملكي. وسام ملكي لانهم مثلوا المغرب احسن تمثيل. وهانتوما فين عمرنا سمعنا على دبلوماسيه ديال المغرب في كولومبيا؟ ما عمرنا سمعنا عليهم. وهنا العالم يتحدث عن هذا الانجاز، عن هذا الانجاز التاريخي، لان هذه ما عمر شي دبلوماسيين في العالم ما حققوا بحال هذا النجاح، هذا ما حققوا بحال هذه الاثاره هذه وبحال هذه الشهره هذه. فهنا حديث الساعه هو ثلاثه دبلوماسيين عراوهم جوج ديال المميسات في كولومبيا. ايوا شتيو وشكون بحالكم؟ ها هو العالم يتحدث عنكم، العالم كله كيهضر على المغرب دابا. دابا هنايا بغينا نفهموا هاد الناس، هاد الدبلوماسيين، هاد اللي كيمثلوا، لأن الدبلوماسي راه هو اللي كيمثل المغرب في ديك الدولة. دابا هادو من يمثلون المغرب داخلين لواحد لابليكاسيون، يعني واحد التطبيق، وبداو كيختاروا في البنات، وتفاهموا يعني البنات أولا المميسات، وتفاهموا مع هاد المميسات، والمميسات عرضوا عليهم يمشيو عندهم للدار ديالهم. وهما ثلاثه ديال الدبلوماسيين، مع العلم ان الدبلوماسيه المغربيه والوزاره المغربيه في المغرب كما عادتهم كل شيء كذوب في كذوب. هادو كيقولوا حنا شدينا ثلاثه، هادو تيقولوا لا هي جوج. دونك هما ثلاثه الدبلوماسيين. والمعلومه الخوت، المعلومه اللي توصلنا بها هو ان داك الثالث اللي بغات تستر عليه يعني الاداره والوزاره، فهذاك الثالث داك مجوج متزوج وغادي عند المميسات. هذاك هو حر يدير اللي بغى، ما تجيوش تكذبوا على الشعب المغربي، ما تجيوش تقولوا لينا جوج. وهي الدوله المعنيه اللي تكلفت بالموضوع واللي شافتهم عريانين ثلاثه ديال المغاربه، ثلاثه ديال الدبلوماسيين. حتى هذا الشيء باين للعالم وباغيين تكذبوا فيه حتى هو، باغيين تردوا كولومبيا كتكذب. راه ما عندكم ما تغطيو، وكل شيء الفضيحه العالم كيتفرج فيها، اش غتغطيو؟ وخرج واحد المسؤول من الوزاره في الاول تيقول لك هذه مؤامره. ايوا كيفاش؟ وهاد الدبلوماسيين راه هما اللي اختاروا المميسات، هما اللي اختاروا، راه ماشي كانوا في شي بار وجاو تلاقاو معاهم المميسات، نقولوا يقدروا يكونوا مصيفطاهم شي جهه. هادو هما دخلوا لابليكاسيون. سمعت انا يقال ان لابليكاسيون اللي دخلوا لها هي تيندر. ف يعني هما كيختاروا، هما اللي تفاهموا مع البنات اولا المميسات، وتفاهموا معاهم انهم يمشيو عندهم للدار، ومشاو عندهم برجليهم للدار، وهما اللي غاديين بالدواسه معاهم، هما اللي كانوا اذكياء بزاف وغاديين عند المميسات وكانها جلسه عمل. وبحال والو
يكون داكشي كامل مفاكتوري على الدوله، مفاكتوري على الشعب المغربي، لان الشعب المغربي اللي كيخلص. راه الديكتاتور المجرم ما كيخلص حتى شي حاجه، هذيك راه كينهب بحال والو. يكون هو واخدين الطاكسي وغادين تما ومدخلين داكشي كامل في لي نوت دو فري، وكانهم غاديين لواحد الجلسه عمل باش داكشي يتخلص من اموال الشعب المغربي. لان ما يمكنش تكون غادي عند المميسات وغادي بالطابليطات ديال الخدمه، ما يمكنش، ما يمكنش تدخل العقل هذا من غير لك تي قمه البلاده. ما تجيوش تقولوا في الاخر ضحكوا عليكم، الناس خدامه كتمشي تتلاقى مع الرؤساء، كتمشي تتلاقى مع الناس ديال الاحزاب، وهادو غاديين كيتلاقاو مع المميسات. ايوا صافي راه كلشي باين. وهنا الخوت غادي ندوزو نشوفو الجهه الثانيه، هاد الجمهوريه اللي كتقولوا عليها، هاد الجمهوريه الصحراويه اللي كتقولوا عليها الجمهوريه الوهميه، البوليزاريو. البوليزاريو ملي كنجيو نشوفو في نفس البلد، في نفس البلد كولومبيا، وهنا انا ما كندافع لا على البوليزاريو ولا على حتى شي جهه، لان البوليزاريو قادر براسو، قادر يدافع على راسو، عنده الناس ديالو اللي كتدافع عليه. ولكن انا جاي هنا كنقارن، ومن حقي نقارن ما بين الدبلوماسيه الملكيه اللي في عمرها 400 عام واللي عندها 12 قرن، وما بين واحد الجمهوريه الصحراويه اللي كيقولوا عليها جمهوريه وهميه، يعني البوليزاريو، ونشوف الدبلوماسيه ديالهم كيفاش كتخدم حتى هي. فهنا كيبان ليا ان الدبلوماسيه ديال البوليزاريو فهي خدامه وناجحه، وفي نفس الدوله، في نفس الدوله في كولومبيا البوليزاريو كيتلاقى مع الرئيس ديال الدوله. ها انتم كتشوفوا، وهذا الرئيس ديال الدوله الكولومبيه كيعترف، بانها دوله، بانها الجمهوريه الصحراويه العربيه والبوليزاريو انها دوله. دابا هنا شكون هو اللي ناجح في الدبلوماسيه؟ واش اللي مشى وجاب اعتراف ديال دوله كولومبيا، او اللي مشى نعس مع المميسات؟ ماشي تناعس، ونعسوه، المميسات وعراه وداو ليه التليفونات وداو ليه الطابليطات وكلشي. وهذه كنجيو نقولوا عليها انها دبلوماسيه ديال واحد الملكيه عندها 400 عام و12 قرن، وهاد الناس هادو كتقولوا عليهم جمهوريه الصحراويه الوهميه، وهاد الناس هادو راه ما جابوا اعتراف ديال هاد الدوله. وهنا كنشوفوهم مصورين، ماشي عريانين، مصورين لابسين حوايجهم مع الرئيس ديال الدوله، مع رئيس دوله كولومبيا. وهنا كنشوفو الاخرين، نعسوهم المميسات وعراوهم ودار لهم كلشي. اذا هنا الا كاينه شي حاجه وهميه راه هي هاد الخزعبلات ديال الملكيه عندها 400 عام، هذه هي اللي وهميه. اذا كنشوفو شي حاجه اخرى وهميه هي ملكيه عندها 12 قرن، هذا هي اللي وهميه. اما هنا راه هاد الجمهوريه الصحراويه ما كتبانش وهميه، راه واقفه معاك، راه كاينه معاك، راه ما كنشوفوهم الناس، راه كاينين، والناس راه جلستو معاهم، جنبا لجنب. اذا كفانا من النفاق، كفانا من الكذب. اذا هنا الدبلوماسيه ديال البوليزاريو فهي تصفيع، الملك محمد السادس والدبلوماسيه ديالو، تصفعهم، تصفعكم فارس في نفس الدوله. اذا هنا لا مجال للمقارنه، وهنا راه كنعاودو نقولوها، هذه هي السياسه الرشيده ديال الملك المفترس والاجهزه القمعيه ديالو. وهنا الملك محمد السادس، الملك المفترس المجرم، ياك انت عندك خبير، في هادشي ديال الافلام الاباحيه، وهو الجلاد والخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي، انت عندك خبير من هذا النوع، من هذا الحجم، هذا معروف عالميا، مشهور، ما كاينش اللي ما كيعرفش عبد اللطيف الحموشي. تقول عبد اللطيف الحموشي في جميع الدول، جميع مخابرات العالم، غير كتسمع عبد اللطيف الحموشي يقول الجلاد الهارب من العداله من فرنسا، والهارب من زكريا المؤمني، الخبيث مخرج الافلام الاباحيه والصور الاباحيه المفبركه، وهادشي كلشي كيعرفو، العالم كامل. اذا انت عندك خبير من هذا الحجم هذا، وما يقريش لك الدبلوماسيين قبل ما يمشيو، ما يجيش يقريهم. عندك تمشي لشي اوتيل، عندك تمشي لشي دار، عندك تعرى تما كاينات، راه يقدروا يصوروك، راه يقدروا يديروا لك هادشي، اجيو تشوفوا ها كيفاش كنخدموا. انت مثلا جاي انت والزوجه ديالك للوطيل، داخل ما عليك ما بيك، كتدخل كتحيد حوايجك تمشي تدوش، كتخرج شداتك الكاميرا، ديال الخبيث المجرم عبد اللطيف الحموشي. ها انت مشيتي نعستي مع مراتك، شداتك الكاميرا ديال عبد اللطيف الحموشي، اي حاجه درتيها في ديك الغرفه شداتك الكاميرا ديال الخبيث
الخبيث والجلاد عبد اللطيف الحموشي، هذا المخرج ديال الافلام الاباحيه. هذا الشيء هذا ما قدرتوش تشرحوه لهم، ما قدرتوش تفسروا لهم ها كيفاش باش ما يطيحوش في هذا الشيء، باش ما يطيحوش في هذه الاخطاء. وهذه راه الدبلوماسيه. هاد الناس هادو راه كيمثلوا الملك تما، كيمثلوا الملك المفترس، راه عندهم في دوك الطابليطات الدواسة ديال الدولة. كيفاش هادشي هذا؟ وراه هادشي اللي كاين الخوت، هذه هي دولة ديال الدعارة، دبلوماسية ديال الدعارة، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. فهنيئا للمغرب بهاد الصورة هذه اللامعة اللي عطا للدبلوماسية المغربية والمغرب في كولومبيا وعبر العالم، وهاد الشرف اللي شرفوا به المملكة البنانية. هنا الخوت كنعاودو نقولوها، يجب إسقاط هاد الملك المفترس، ويجي المساءلة والمحاكمة على جميع الإجرام ديالو اللي ارتكب في حق الشعب المغربي، وكذلك على جميع السرقة ديال الثروات والخيرات ديال الشعب المغربي، وكذلك يجب محاكمة الشفار والجلاد الخبيث منير الماجدي الكاتب الخاص ديال الدكتاتور محمد السادس، وكذلك يجب محاكمة الجلاد والخبيث مخرج الأفلام الإباحية عبد اللطيف الحموشي على جميع الإجرام ديالو اللي ارتكب في حق الشعب المغربي، وكذلك على جميع الافلام المفبركه ديال البورنو اللي فبرك لولاد الشعب المغربي، وكذلك الخبيث ياسين المنصوري على هذا الاجرام ديالو اللي كيدير حتى هو. وكما وعدناكم دائما، اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربة خوتي المغربيات، نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقة المقبلة، السلام عليكم، مع السلامة.